بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في سياق ذكر ما جرى على المسلمين في غزوة أحد: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. يقول جل وعلا: ولقد صدقكم الله وعده، فإن الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بالنصر وهو لا يخلف وعده، فإن لم يحصل النصر فلا بد أن السبب من قبل العباد، السبب من قبل العباد. ولهذا قال: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، أي تقتلون الكفار لما التقيتم وإياهم في موضع أحد، فإن الله سبحانه وتعالى مكنكم منهم قبل أن يحصل منكم ما حصل من أسباب الهزيمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رتب أصحابه وصفهم للقتال وجعل منهم جماعة على ظهر الجبل من الرماة يحمون ظهور المسلمين أن يأتيهم العدو من الخلف، فجعل جماعة من الرماة على رأس الجبل تحت إمرة عبد الله بن جبير رضي الله عنه. ثم دارت المعركة على تنظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، فمكن الله المسلمين من الكفار يقتلونهم ويثخنون فيهم حتى انهزموا. ثم شرعوا يجمعون الغنائم، وهنا بدأت المشكلة. فلما رأى بعض الرماة إخوانهم يجمعون الغنائم وأنهم قد انتصروا ظنوا أن المعركة قد انتهت، فقالوا: ننزل نشارك إخواننا في جمع الغنائم وقد انتهت المعركة. فذكرهم أميرهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه وقال لهم: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا: لا تتركوا الجبل سواء انتصرنا أو هزمنا. ولكنهم أصروا وعصوا أميرهم ونزلوا، ولم يبقى مع الأمير منهم إلا قليل. فجاء فرسان من الكفار من خلف الجبل فرأوا أنه
قد فرغ أو خف من كان عليه من المسلمين، فقتلوا من كان عليه من المسلمين، قتلوا عبد الله بن جبير رضي الله عنه، قتلوا من معه، ثم انقضوا على المسلمين من خلفهم، فوقع المسلمون بين أعدائهم من الأمام ومن الخلف، والتحم القتال مرة ثانية، ثم أصيب المسلمون فقتل منهم 70 شهيدا وجرح منهم، وتعدى ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأصابه ما أصابه، فشج صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشم المغفر على رأسه وسقط في حفرة حفرت له عليه الصلاة والسلام. ثم إن المسلمين فر منهم من فر من شدة القتال، ولم يبقى مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا القليل يحمونه، وأشيع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قتل، فأصاب المسلمين الحزن أشد مما أصابهم من المعركة لما أشيع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قتل. فهذا معنى قوله جل وعلا: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، أي تقتلونهم حتى بإذنه، أي بشرعه وقضائه وقدره سبحانه وتعالى، بإذنه الكوني وإذنه الشرعي، فإن الله شرع للمسلمين قتال الكفار. إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم، أي إلى أن حصل منكم المخالفة، فشلتم في الرأي واختلفتم، إذ تحسونهم بإذن، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، منكم من يريد النزول من الجبل ومنكم من لا يريد النزول، وحصل الاختلاف وعصى من عصى أمر الأمير وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، أي عصيتم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر أميركم. وانظر كيف أنه سبحانه أضاف هذا إلى الجميع، مع أنه فعل البعض، لأنه يجب على الجميع أن يتعاونوا ولا يتخاذلوا. وأيضا هذا فيه ستر لمن وقعت منهم المخالفة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، ما تحبون من النصر، وذلك في قوله تحسونهم بإذنه. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، هذه أيضا من الآفات التي سببت لهم الهزيمة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى.